من تابع صباح الورد عبر راديو ام بي اس، من تابع اكيد باستقبال ضيوفنا. بيسعدني رحب بديانا كعدي، ديانا يلي هي حائزة على دبلوم دو بكالوريا دو فلوت، رح تحكينا افضل هي عن هيدا الشيء بطريقة افضل، وتوصلنا عن الفلوت ومميزاته وجماله هي بهيدا اللقاء. ديانا صباح الخير. بونجور. بونجور، اهلا وسهلا، كيفك؟ مرسي الحمد لله. اهلا وسهلا فيك يا ديانا. ديانا اول شيء لما بعثوا لي انه عندي ديانا بدي اتحدث معها عن الفلوت، كثير انبسطت لانه انا كثير بحبها هيدي الاله، وبستغرب بصراحه كيف الواحد بيقدر يعزف عليها، لانه بحسها انه بدها هيك طاقه معينه. خبريني شوي عن علاقتك بالفلوت. هي شوي صعبه، بس انا بلشت بال 2011. نعم. بلشت على كبر، يعني انا كنت عامله سولفيج قبل وهيك، وبال يعني اخذت كورسز ل 2018. بعدين حبيت فوت على الايكول دو ميوزيك تبع الجامعه الانطونيه، وهنيك اخذت دبلوم بكالوريا بالفلوت ترافيرسير. وانا حابه شوي احكي عن الريسيتال اللي رح نعمله نهار لوكاتورز مارس بالجامعة الأنطونية. نعم، قبل ما نحكي عن هذا الحفل بس ديانا خبرينا، قلتي لي قبل شوي انه هي شوي صعبة الفلوت، كيف هيك فتي هيك على هذا العالم وصار بالنسبة لك سهل؟ يعني الصعب اللي كنت تشوفيه كيف رجعتي بعدين لقيتي سهل؟ اوكي. هلا انا في شخصين سمعتهم عم بيعرفوا فلوت ترافيرسير، وكتير عجبتني هالآلة، حسيت هيك بتخدني على غير عالم يعني. نعم. فحبيتها كتير وجربت. بس أول شيء هي فيها ترو بارتي، فيها الأمبوشور يلي هي البارتي اللي منحطها على الشفاف مش بقلب التم، مشان هيك النفخة تبعيتها صعبة، يعني لازم نتعود على كل بارتي. يعني بدأ قوة من الداخل، يعني بدأ نفس كتير قوي، يعني بدأ نفس يكون مزبوط، نقدر ناخد ريسبيراسيون مزبوطة. وهدول الأشياء اشتغلتوا مع الأساتذة اللي تعلمت معهم. وبعدني اصلا يعني انه مع انه اخذت الدبلوم وهيك، يعني بضل بدها شغل، بدها تمرين دائم. يعني مزبوط، بدها تمرين دائم، تمرين على الريسبيراسيون على التكنيك وكل شيء فيها. نعم نعم. بتعزفي اكيد معزوفات يمكن كل العالم بتعرفها، مش هيك؟ وخاصه اللي هذا رح تعزفي بهذا الحفل يلي رح يتقدم، حطينا شوي بالتفاصيل اكثر. اوكي. هذا الحفل اول شيء انا رح كون جزء من سبرينج ميوزك فيست يلي منظمته الايكول دو ميوزيك تبع الجامعه الانطونيه تحت رعايه الجامعه الانطونيه. بهالمناسبه اكيد بحب اشكر الاشخاص اللي نظموا، بيرفاديتو يلي هو مسؤول عن الايكول دو ميوزيك، والاداره الجامعه الانطونيه بير توفيق ماتو يلي هو الامين العام للجامعه، وكل المسؤولين. ومستر أرمان كتشاك هو رح يدق كانوا معي بالريسيتال، وهو كمان من المنظمين، بحب أشكره كتير، وهو كتير بيعطيني نصايح وساعدنا تنقدر نوصلنا من هيدا الريسيتال. هو مسؤول كمان عن ديبارتمون دو كانو، وبيعطيني كور الميوزيك دو شامبر يلي هو هيدا الكور أنا بدق معه، بعزف معه فلوت وهو بدق كانو. فبنعمل مثل انسامبل يعني. وبدي اشكر كمان مستر كفار كششان يلي هو استاذ اللي عم بشتغل معه التكنيك وكل البارتيشنات اللي رح نعزفهم بالريسيتال. نعم. هلا سالتني عن شو رح نعزف بالريسيتال. هلا المقطوعات مفروض يكون في هن لكل الاذواق، يعني رح يكون في ريبرتوار منوع، في كذا ستيل وكذا كومبوزيتور من كذا ايبوك. رح يكون في 9، بتحب اقول لك شوي عنه؟ اكيد. اوكي. رح يكون في موفمون لسونات من باخ يلي هي من البريود باروك، اسمه سيسيليانو. رح يكون في انتراكت لاوبرا من كارمن، كمان هذا غير نوع موسيقى، من الايبوك رومانتيك من الكومبوزيتور الفرنسي ديزي. رح يكون في كونشيرتو لستاميت للمؤلف الالماني ستاميت من الايبوك كلاسيك. ورح يكون في مقطوعتين لكلود ديبوسي، هن استوحيهم من بوام لبول فيرلان وبوام لكونت دوليل، واحدة اسمها كلير دوليل وواحدة لفي أو شافو دولان. رح يكون في صنات لدو فلوت وبيانو. هلأ هيدي بالتحديد رح أعزفها مع أستاذ الفلوت ومع البيانيست مستر أرمان كتشاك. رح يكون في ليب سليد، هي مقطوعة لفيولونيست وبنفس الوقت هو مؤلف نمساوي اسمه كرايزلر.
وراح يكون في مقطوعة من بالي فخم للمؤلف الأرمني خاشاتوريان، وأخيرا راح يكون في بريلود لجيرباشيان، هو كمان كومبوزيتور أرمني. وهن هدول آخر اثنين من البريود مودرن، يعني راح يكون في كذا نوع طيب ريبرتوار النوع. نعم، فينا نعرف ايمتى رح بيصير هيدا الحفل ووين بالتحديد؟ اوكي، هذا الحفل راح يصير الريسيتال الفلوت ترافيرسير مع بيانو مع مستر ارمان كاتشاك، راح يكون ب 14 اذار نهار السبت 14 اذار الساعه 8 بقلب كنيسه سيده الزروع شابيل نوتر دام دي شومونس بقلب الجامعه الانطونيه. نعم، بيبدأ الحفل ابتداء من اي الساعه تقريبا؟ 8 هو الحفل الساعه 8، من 8 لل 9 8. ونحن بنبلش على الوقت. مش على لبنان بتبلش، لا لا على الوقت. اوكي. وما بعرف اذا بتحبي كمان، بحب اقول لك كمان عن الباقي الايفنتس اللي رح يكونوا بهالفستيفال على السريع. اكيد. رح يكون في كان في من يومين كونكور بيانو، ورح يكون في ب 6 اذار نهار الجمعه ريسيتال بيانو لسيرج مكرزل يلي هو كان تلميذ بالانطونيه وكفى عم بكفى درسه بروسيا. نعم. وب 8 اذار نهار الاحد رح يكون في حفله للتلاميذ المتقدمين بالايكول دو ميوزيك مع توزيع الهدايا تبع الكونكور اللي صار من يومين. وانا رح شارك فيه كمان، هيدا رح نكون شيء ما بعرف 5 أو 6 أشخاص. وب 14 اذار رح يكون ريسيتالي مع مستر أرمان كتشاك، وب 27 أذار رح يكون في كمان ريسيتال بيانو لجوانا أبو خزعة. نعم، لكن بالتوفيق لكم جميعا بكل هيدا الشيء الحلو اللي رح بتقدموه، واللي بهمهم يسمعوا هالمجموعات الموسيقية اللي ذكرتيهم قبل شوي يكونوا موجودين معكم. بنرجع بنذكر بالعنوان رح يكون ريسيتال ب 14 أذار، هو ريسيتال فلوت ترافيرسير معي أنا ديانا كعدي مع مستر أرمان كتشاك على البيانو الساعة 8 عشية بشابيل نوتر دام دي سومونس كنيسة سيدة الزروع بقلب الجامعة الأنطونية ببعبده. نعم، بالتوفيق لك ديانا كعدة. وهلا رح منسمع المستمعين اللي سمعوا هيدا اللقاء معزوفة لك على الفلوت. وي، بس كنت بدي أقول هيدا المعزوفة أنا عزفتها بس على الفلوت، بس هي هيدا قسم صغير من اللي رح نعزفها مع الفلوت والبيانو. نعم نعم اوكي، ميرسي كثير للمؤتمر. اهلا وسهلا فيك ديانا كعدة، شكرا لك وبالتوفيق. اهلا وسهلا. ميرسي.